اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحبه وترضاه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا من رحمته وسعت كل شيء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم وفقه ونائبيه وأعوانهم إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للعباد والبلاد. اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها ووحدتها وأمنها واستقرارها ورخاءها. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه
ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم وفق رجال أمننا وجنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رأيهم ورميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم وعاف جرحاهم واشف مرضاهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر. الله أكبر.